إيه أفضل صناديق الاستثمار الإسلامية والنقدية والسندات؟ السؤال ده شغل ناس كتير من صغار المستثمرين وأي حد عاوز يستثمر فلوسه وأمواله. إيه أفضل الصناديق من حيث الاستثمار وأقلها مخاطر؟ مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة أول حلقة لينا في برنامج السهم على قناة الأموال، وطبعا من اسمه معروف أنه برنامج اقتصادي. هنحاول من خلال البرنامج أننا نسهل المعلومة والمصطلحات الاقتصادية ونوصلها لجميع الفئات. في فقرتنا دي هنناقش حاجة مهمة جدا ناس كتير بتسأل عنها في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تراجع عوائد شهادات الاستثمار اللي خلت صغار المستثمرين يبحثون عن بدائل استثمارية أفضل. أفضل صناديق الاستثمار الإسلامية والنقدية والدخل الثابت في مصر صناديق الاستثمار. صناديق الاستثمار تمنح عائدا مرتفعا مقارنة بالعوائد التي تمنحها الشهادات البنكية، لكنها تتميز بدرجة عالية من المخاطرة. وتتميز صناديق الاستثمار عن الشهادات البنكية بسهولة تسييلها في أي وقت، على عكس الشهادات البنكية والتي قد تصل مدة الارتباط بها إلى 3 أو 5 سنين. وتمكن صناديق الاستثمار المستثمر صاحب رأس المال الصغير من تقليل حجم المخاطرة بتنويع استثماراته وتحقيق نوع من التوازن بين المخاطر والفايدة. وتنقسم صناديق الاستثمار العاملة في البورصة إلى صناديق تستثمر في أدوات العائد الثابت مثل الصناديق النقدية التي تعمل في مجالات مثل السندات وأذون الخزانة، وصناديق العائد المتغير مثل التي تستثمر في الأسهم. إيه أفضل صناديق الاستثمار الإسلامية والنقدية والسندات؟ السؤال ده شغل ناس كتير من صغار المستثمرين وأي حد عاوز يستثمر فلوسه وأمواله. وإيه أفضل الصناديق من حيث الاستثمار وأقلها مخاطر؟ وده اللي هنوضحه دلوقتي. أولاً الصناديق الإسلامية. مصر فيها حوالي 13 صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية مثل صندوق الحصن التابع لبنك مصر، وصندوق بشائر التابع لبنكي الأهلي وبنك مصر، وصندوق الحياة التابع لبنك الكويت الرقمي. أداء معظم الصناديق دي كان ضعيف على مدار هذا العام، وأبرز الصناديق اللي قدرت تحقق نتائج جيدة هو صندوق أبوظبي 2، وهو صندوق مصر النقدي ذو العائد اليومي التراكمي. ناس كتير هتقف عند العائد اليومي التراكمي، ويعني إيه الكلام ده؟ باختصار يعني عائد يتم إضافته كل يوم. أسهلها أكتر كمان، يعني مثلا لو عندنا وثيقة بمئة جنيه في آخر كل يوم تداول يتم إضافة السعر للوثيقة سواء مكسب أو خسارة. يعني لو الوثيقة ارتفعت وزاد سعرها 2 جنيه، يبقى سعرها في نهاية اليوم 102 جنيه، وهكذا. نرجع تاني لصندوق مصر النقدي، سعر الوثيقة فيه حوالي 184 جنيه، وصندوق تم تأسيسه في عام 2014، والوثيقة حققت ارتفاعات خلال آخر سنة بنحو 9.44%. أما عائد الصندوق من بداية 2020 فبلغ 7.7% ارتفاع. ثانياً الصناديق المتوازنة. النوع الثاني من الصناديق هي الصناديق المتوازنة، ومصر فيها حوالي 14 صندوق متوازن. والصناديق المتوازنة يعني يتم استثمار أموال هذه الصناديق في الأسهم وأذون وسندات الخزانة اللي بتتسمى أدوات الدخل الثابت وشهادات الأدوات البنكية. أداء هذه الصناديق خلال 2020 كان ضعيف، وأبرز صندوق كان جيد هو صندوق استثمار البنك التجاري الدولي ويسمى صندوق حماية. سعر الوثيقة في الصندوق ده بحوالي 260 جنيه، وتم إنشاؤه في يونيو 2010، ومن بداية إنشاؤه حقق عائد حوالي 156%، وحقق عائد خلال آخر 12 شهر بنحو 8.67%، وحقق عائد منذ بداية 2020 بحوالي 4.50%. تاني صندوق معانا هو صندوق استثمار بنك مصر، وهو صندوق العمر. سعر وثيقة الصندوق تقريباً 497 جنيه، والصندوق تم إنشاؤه في عام 2003، ومن بداية إنشاؤه حقق أرباح بحوالي 397%، وأداء الصندوق خلال آخر سنة حقق عائد بنسبة 2.53%، وارتفع عائد بداية
من 2020 بنسبة 1.14%. ثالثا الصناديق النقدية. ثالث نوع الصناديق النقدية وهي تاني أفضل نوع في صناديق الاستثمار، والصناديق دي تستثمر أموالها في الأدوات المالية قصيرة الأجل والأدوات المالية الصادرة عن الشركات والحكومة والبنوك، ومن بداية إنشائه حقق عائد حوالي 156% وحقق عائد خلال آخر 12 شهر بنحو 8.67%، وحقق عائد منذ بداية 2020 بحوالي 4.50%. تاني صندوق معانا هو صندوق استثمار بنك مصر، وهو صندوق العمر. سعر وثيقة الصندوق تقريبا 497 جنيه، والصندوق تم إنشاؤه في عام 2003، ومن بداية إنشاؤه حقق أرباح بحوالي 397%، وأداء الصندوق خلال آخر سنة حقق عائد بنسبة 2.53%، وارتفع عائد بداية من 2020 بنسبة 1.14%. ثالثا الصناديق النقدية. ثالث نوع الصناديق النقدية وهي تاني أفضل نوع في صناديق الاستثمار، والصناديق دي تستثمر أموالها في الأدوات المالية قصيرة الأجل والأدوات المالية الصادرة عن الشركات والحكومة والبنوك، وتعتبر الصناديق دي معدل المخاطر فيها متوسط، وتحقق سيولة مالية من خلال عائد يومي تراكمي. وأبرز الصناديق النقدية التي حققت نجاح هو صندوق الاستثمار البنك العقاري المصري العربي، وهو يسمى صندوق استثمار المصري. سعر الوثيقة في صندوق استثمار المصري حوالي 230 جنيه، وتم إنشاؤه في عام 2012، ومنذ بداية إنشاؤه حتى الآن حقق عائد 12.36%، ومنذ بداية العام الجاري حقق عائد 9%. تاني صندوق وهو صندوق استثمار بنك سايب، وده الصندوق النقدي ذو العائد اليومي. سعر الوثيقة في الصندوق النقدي تقريبا 24 جنيه، وتم إنشاؤه منذ عام 2014، وارتفع العائد خلال آخر 12 شهر ل 12.50%، وحقق عائد منذ بداية العام الجاري بقيمة 8.84%. الصندوق الثالث صندوق استثمار بنك القاهرة، ويسمى صندوق القاهرة اليومي، وسعر الوثيقة حوالي 31 جنيه، وتم إنشاؤه عام 2009، وحقق عائد خلال آخر 12 شهر 11.7%، وارتفع العائد منذ بداية العام بنحو 8.70%. رابعا صناديق الدخل الثابت. رابع نوع هي صناديق الدخل الثابت، صناديق السندات، وهي أفضل نوع وأحسن الصناديق لتحقيق أعلى عائد، ومعدل المخاطر فيها متوسطة، وتستثمر أموالها في أدوات الدين الحكومية وفي الشهادات البنكية سواء ذات العائد الثابت أو المتغير. أبرز هذه الصناديق هو صندوق البنك التجاري الدولي، ويسمى صندوق ثبات. سعر الوثيقة في الصندوق بحوالي 330 جنيه، والصندوق يوزع عائد ربع سنوي تم تأسيسه في 2010 محققا عائد بحوالي 230% منذ إنشاؤه وحتى الآن، وحقق عائد آخر 12 شهر بنحو 22.76%، بينما حقق عائد منذ 2020 بنحو 17%. ثالث صندوق معانا هو صندوق الاستثمار أو استثمار بنك الإسكندرية، ويسمى صندوق أليكس 3. سعر الوثيقة بنحو 30 جنيه، وتم تأسيس الصندوق في عام 2010، وحقق عائد بنحو 130% منذ تأسيسه، وارتفع العائد خلال آخر 12 شهر محققا 14.91%، وحقق عائد منذ بداية عام 2020 بنحو 9.2%.